قسنطينة، حيث عين وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمد ببارك المدينة الجامعية بالمدينة الجديدة علي منجلي، حيث وقف على عدد من الهياكل العلمية والتجهيزات البيداغوجية تحسبا لدخول الجامعية المقبل. آمنة بعطوش. المدينة الجامعية بعلي منجلي والتي تضم 6 كليات وثلاث مدارس كبرى ومعهد وطني لتسيير التقنية الحضرية بسعة تصل إلى 44,000 مقعد بيداغوجي شهر سبتمبر المقبل، بالإضافة إلى 19 إقامة جامعية. يبين جهد الدولة على مستوى الوطن. اليوم أصبحنا بأكثر من 50 جامعة وأكثر من 15 مركز جامعي وأكثر من 20 مركز بحث. نظن كل ولايات، ماشي نظن وإنما أنا متيقن، كل ولايات لها مراكز جامعية على الأقل ومراكز بحث، وهو شيء اللي يرضي. هذا المجهود وصلنا اليوم باش نأطر أكثر من 1,300,000 طالب. نظن هذا المجهود لازم يكون معروف، وأحسن يعني دليل هو ما يوجد في الجامعات الأربع لقسنطينة اللي أصبحت حقيقة مدينة جامعية بأتم الكلمة. كما زار السيد الوزير المركز الوطني للبحث في البيوتكنولوجيا الذي يصر على ترقية البحث العلمي.